البداية ديالي أنا بديت في 1976، والوالد الله يرحمه هو اللي كان، هو اللي كما أقول لك هو اللي صنع، هو من عام 1935. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحرفي لآلة الآلات الموسيقية الماتر لوتي جمال النيفر. كي كملت كيما نقولوا حبس القرايه هذيك، دخلت مع بابا، كيما دخلت معاه نعاون كيما نقول، وتوفى الله يرحمه الوالد في 88. قعدنا كيما نقولوا، قعدت شديت الصنعه كيما نقولوا، وكانت عندنا الحواك هي البدايه، كانت في بلوزداد، في واسمو في شارع 56 محمد بلوزداد، في بيلكور كيما نقول لك لونسيان ادريس، كنا لتما كان الحانوت. والوالد الله يرحمه كان يخدم العود، المختص في العود، آلة العود، وكانت آلة العود العود الشرقي، بس كاين العود العربي وكاين العود الشرقي. في ال 68 بس كل الآلات اللي اختص استاذ عندنا في الاختصاص ديالها هي آلة الكويطرة، آلة جزائرية كما نقول لك قديمة، ستان باتريمون تاع الجيري. كما اليوم في البدايه كما وريت لكم البدايه كما نقول لك اللوح، هذاك اللوح اللي كنت نقطع فيه يقولوا له لاكاجو، كما نقول لك دورته، كشفت الدور باسكو باش تمشي على القالب، والاله بلا القالب ما تخدمش، لازم انقباري. دورته كما شفتوه وفصلت الضلعه كما نقول لك الضلوع لي كوتي هذوك، فصلتهم وقطعتهم، ومن بعد كوليتهم هاكو، شفتو كيما نقولوا الكولاج ديالهم. خمسطاش ضلعة تقريبا، واحد السمانة كل يوم نخدم زوج ضلعات، وعندك من بعد واسمو لافاس الوتش هاكو شفتو، هذا كنت نخدم فيه في هذيك الماشينه، هذيك لاسي هذيك سي سوتوز هذيك مانويل، كنت نخدم في القمره استادير لو ديكور. باش تكمل تقريبا نقول لك واحد الشهر هكذاك، واش في هذا كيما نقول لك لو كوفيد هذا، ربي كيما يقول لك يبعدوا علينا كيما يقول لك، انا حابسين هذه الخدمه، ما كنخدموا مع الخارج، خدموا الخارج كيما يقول لك، يجيو لي زيترونجي والجزائريين لي زيميغري كيما يقول لك الجزائريين، وكاين واسمو، ونخدموا هنا لي زاسوسياسيون الجمعيات ولي بارتيكولي، باسكو لانسترومون دي ميوزيك ديالنا كيما يقول لك مشهور عالميا. تدعيم كيما هم يدعموا، كيما نقول لك يدعموا الفلاحه، يدعموا الصناعات وهذيك، احنا الحرفيين كيدعمونا ان شاء الله هذه الصنعه ما تموتش، الصنايعه ماشي الصنعه، الصنايعه هذه باش يروجوهم للخارج، ان شاء الله نكونوا احنا من الناس الاولين.